السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا إن شاء الله تمفرحي كله وكبات كتوكا إن الصوماليا كو رئيس ومجلس علماء الصومال كتيكا من صوماليا الشيخ محمود عبد الباري مجمع الفقه كتيكا من الكويت

حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا ايها الاحبه الكرام نجلس اياكم في لحظات نتحدث ونتذاكر ثمرات الايمان بالله والاعمال الصالحه المسلم امن بالله وبملائكته ورسله وكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى وعمل صالحا أيضا أدى الواجبات وترك المحرمات وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع الطاعات فما ثمرة ذلك شيخ ميازكم شكر مولا سبحانه وتعالى كون نعمة لتتنعميشا نكم صليا بنمت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم kisha akaeleza kwamba tutakumbushana matunda ya mtu kumwamini mola subhanahu wataala na kutenda wema matunda ya mtu kumwamini mola subhanahu taala na malaika zake na mitume wake na siku ya kiyama siku ya mwisho na kuamini qadar khair yake na shari yake kwamba yatoka kwa mola subhanahu wataala mtu ambaye kwamba anaimamni kama hiyo فمودي أعمال عمال جيمة أنا الدنيا آخر نيابي هناك ثمرات في الدنيا يجدها المؤمن وثمرات مدخرة له في الآخرة أما ثمرات المؤمن منها أن يحييها الله حياة طيبة ويبارك له في عمره وفي رزقه وفي أولاده وأهله قال الله جل جلاله: "ومن عمل صالحا منكم من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه". قال اهل العلم المراد بالحياه الطيبه الرزق الحلال. الرزق الحلال. وقيل ايضا القناعه فيما اعطاك الله سبحانه وتعالى. اسمع شيخكم ما تسون يا كما مولا سبحانه وتعالى ان قفان اعمال جيمة كنا يا كنا يا كيشو اخره.

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وقنعه اللَّهُ بِمَا آتَاهُ أسلم الله هدا إلى الإسلام ثم رزقه بالكفاف ما يكفيه وقنعه اللَّهُ بِمَا آتَاهُ القناعة كنز ليس بالفاني أسلمكم بمثوم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قد قد حدث ياكبكم mtu ambaye kwamba atakuwa amesilimu kisha akawa ni mwenye razaqahu Allahu kafafa na Mola wa Ta'ala akamruzuu kile chenye kumtosheleza kisha mola wa Ta'ala yatatu akamkinaisha na kile ambacho kwamba alomruzuu kwamba mwanzo wewe mtu kama yule awe awmeslimu kisha mtu kama yule awe atakuwa amepatiwa riziki ma nye kumtosheleza kisha mola apate kumpatia aaa na naa kukina ni jambo ambalo kwamba ni kanzi ولذلك الانسان عليه ان يطلب الدنيا في هذه الحياه طلبا لا يضر باخرته يطلب من الطرق الحلال الطرق المشروعه حتى اذا اعطاه الله شيء شكر الله سبحانه وتعالى وقنع بذلك ولا يجعل همه الدنيا بل يجعل همه الاكبر في الاخره لقوله صلى الله عليه وسلم من جعل همه دنياه أمر الدنيا شتت الله شمله وفرق عليه جمعة ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له السلام عليكم متصبح كم بتقول من كتكه الدنيا نقول أن مولا سبحانه وتعالى التوزع باتي التوفيق أو أتتفوت الدنيا ياك نرزق ياك كونم نام بكم أو متصبح مولا سبحانه وتعالى تمسه لشيء نجيا يكوبات رزق ياك كونم

أكوا مايسهاء وآخرة كتك مايشياك كتكاليستياك، الأولويات تامي <applause> بتي يا دنيا مول سبحانه وتعاله هم فني تشتت جنبوا لك يعني هم تفرقشيا وتمونا ماريوان كهوكو مارا هو يمتصوهم بقامبا أتقوا يا مديالي يا همياك يوتني دنيا مولهم تفرقشيا جنبوا لك دائما يقلك حال تفوت. ومن جعل الآخرة همه جمع الله له شمله. وجعل غناه في قلبه واتت الدنيا وهي راغمه نا يقول ان باي كوانبا هم سبحانه وتعالى هم الى دنيا كيشا كم قناعيشا وكيل انا كم توشليزا هم ويقول عليه الصلاه والسلام انما الدنيا لاربعه نفر رجل اتاه الله علما ورزقه مالا فهو يتقي في ماله ربه يسل بها رحمه يعلم أن لله في هذا المال حقا فهذا بأعلى المنازل سيما متومي صلى الله عليه وآله آله وسلم هي دنيا نكوة ون مولا سبحانه وتعالى من رزوق آه إنما الدنيا لأربع رجل آتاه الله علما ورزقه مالا مثلا بااموله سبحانه وتعالى تقوى من رزق عليم نأكم رزق مالي يا حلال أكوا مالك ميال أم علم كما يلي أيتوك واداموله سبحانه وتعالى نمالك ميال سميكة يا حلال والرجل الثاني رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل عمله فهو بنيته فأجرهما سواء Asima, pili ni mtu ambaye Mola Subhanahu wa amala subhanawataala elimu lakini hakumruzuku mali akawa anasema kwamba la mola Subhanahu subanah wataala angruzuu mali kama yule wa kwanza na ninglifanya na nniglifanya basi mtu kama huyo atakuwa na yeye Mola Subhanahu wa Ta'ala humpatia ujira sawa na yule wa kwanza ambaye kwamba alikuwa na elimu na akapewa rizi ama mali akawa anayatumia katika halali huyu wa pili amepewa elimu hakupewa mali lakini nia yake ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد الا في اثنتين. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق في الانفاق في الخير. ورجل آتاه الله العلم فهو يقضي بها ويعلمه الناس. وفي روايه آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. maana mtume akasema kwamba hakuna hasad isipokuwa kwa watu sampuli mbili wa kwanza subhanahu wa ta'ala atakwa amempatia mali akawa mali kama yale ayatumia katika njia za kheri wa pili ni yule ta'ala atakwa amempatia elimu akawa anayeneza ile elimu katika njia za heri kwa riwaya nyingine ni yule ta'ala amempatia qurani akawa anaisoma mchana na usiku والمراد بالحسد هنا الغبطة ليس الحسد الذي تمني زوال نعمة الغير هذا حسد ما حرام أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ولا إنما هذا الغبطة يتمنى أن يكون له مال فيعمل مثل عمل صاحب المال الحلال ويتمنى أن يكون له علم أو قرآن فهو يقضي ويقرأ ويعلمها الناس Asema na hasad inakusudiwa siyo hi amba kampania kutamani iliyokuwa kwa, kwa mtu imondokee nhpa inaokusudiwa ni ghibta. Ghibta ni yule anatamani Mola atakua wa ta'ala ampatie mali kama ya yule aliopewa akawa nayatumia katika njia ya heri pamoja na yule kubaki katika nema kama ile na au kwa, kwa maana ya pili ni yule kwamba kwa atatamani ule wa ta'ala ampatie elimu ile aliyompatia fulani akawa anaeneza kwenye heri yeye pia aweze kupata elimu kama ile aweze kueneza kwenye واما الرجل الثالث آتاه الله مالا ولم يؤته علما عنده مال كثير ولكن لم يعرف وجوه الانفاق وجوه العمل بهذا المال فهو يخبط في ماله خبط عشواء يرتكب المحرمات ويظلم بها الناس لا يعلم ان لله في حقا لا يتقي فيه ربه لا يصل فيه رحمة فهذا بأخبث المنازل أسمى متوا تاتو كتكوالي وتوانين تولو بمولا من باتيا مالي نأليم وبيلي مولا من باتيا أليم لكن هكوم مالي وتاتو نمولا من باتيا مالي لكن هكوم باتيا هو يأكل وحدي نمنا يكتمي يزيل مالي يالملية كاتكنجيا يا حلالي بلي نمنا يكوي أطما كاتكنجيا يا حلالي بلي نمنا يكوي صاريف كاتكنجيا يا حلالي هو يأكل ويه من ثم اسمه فهو يخطو خط عشوى هو كاتكن حاليا كمبا وأمر الرجل يعني يعني. يعني الرابع اللي هو الآخر رجل لم يرزقه الله لا مال ولا علم فقير يهود لا عنده مال ولا عنده علم ثم هو يتمنى الرجل الثالث الذي عنده مال ولم يكن لديه علم فهو يخبط في ماله يتمانى ان يكون له مال حتى يعمل بمثل الرجل الذي ياكل الربا ويعمل في ماله الحرام ويظلم بها الناس هذا ما عنده مال لكنه يتمنى ان يكون مثل ذلك فهو بنيته فوزرهما سواء سما <applause> هو وتا ونه ولا ماله lakini katika moyo wake atamani lao angalipata mali kama ya yule wa sampuli tatu akaona yeye pia aenjoi atese na mali kama yale a, 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 kama sawa ameyachuma kwa riba sawa ameyachuma kwa njia za haramu yeye muhimu apate mali a enjoy au apate mali ayasarifu katika ndia ambazo kwamba zitamtimizia shahawa zake na matamanio yake na hawa yake huyu yuko worse than the third one. kwa sababu yeye hana نني زيدي لو انقلبات قلوبنا وهارب زيدي؟ لهذا نعرف ان النية الصالحة لها دور كبير والنية السوء لها نية كبيرة ولذلك الله سبحانه وتعالى حرم قتل الضفدع لانه يأخذ الماء بفيه فيطفي نار ابراهيم خليل الرحمن التي اوقدت لإبراهيم ليحرق به كان الضفدع يأخذ الماء فيضفي النار ماذا يغني ما ياخذه الضفدع في فمه؟ والوزغ وجب الله قتله اوجب الله قتلها من ضربها قتلها بأول قتله له مئة حسنه لأنها كانت تنفخ نار ابراهيم كانت تنفخ النار وهذا بنية السوء وهذا بنية الصالح حرم الله قتله وصاحب بنية السوء اوجب الله قتله قال يا سما نيا نيا دامبو او اكونا نيام بايا يوتي ان الرول كوبا كاتكا مايشا يا مانا دمو سبحانه وتعالى الضفدع كان ياخذ الماء ليطفي النار التي لابراهيم خليل الرحمن kana jazauhu anllah harama asema kwamba huu frog ama chura mola subhanahu wataala ameharamisha kuuliwa sababu ni kwamba alikuwa yeye wakati uh, ule moto uliowashwa kuwekwa saidna ibrahim ndani yake alikuwa akijaribu kuchukua maji akitema katika moto kama ule kujaribu kuzima na chura mate yake ama maji atakaweza kuchukua kuweza kutaka kuzima moto kama ule hauna athari kubwa lakini niya yake kwamba achangie katika jambo jema mola subhanahu wataala akaharamishwa kuuliwa na kadhalika upande wa pili jiskafiri utaona kwamba mola subhanahu ta'ala amewajibisha kuuliwa au amependekeza kuuliwa akasema katika hadithi mtume kwamba yule ambaye kwamba atakuwa ndo kwa wa kwanza eh, kumuua kwa pigo la kwanza ana ajri wa hasana sababu ni kwamba alikuwa akifulizia ule moto ili ule moto uzidi kuwaka kufulizia kwake hakuathiri moto lakini nia ya yake mbaya imeathiri وكذلك مثله المتكبر يحشر يوم القيامة مثل الذر النملة الصغيرة على صورة إنسان وهو يسمع ويرى بشر لكنه ذليل وحقير مثل النمل ومن المتكبر الذي كان يتكبر إما بالرياسة أو بالمال أو بالجاه يتكبر على الناس يحتقر الناس ويرد الحق ومن يأتي من هذه الصورة فقير مسكين ما يملك شيء وهو على نفس الشكل هذا قالوا لماذا؟ هذا عنده كان جاه وعنده رياسه يتكبر بشيء وانت ليش جابك هذا؟ قالوا انا اتكبر على زوجه وعلى ولد وعلى الصغير ما عندي شيء لكن لما ادخل في البيت زي الملك يتكبر على المستضعفين فهذا نيته السيئة وعمله المشابه لعمل المتكبر ياتي يوم القيامه مثل سوره الذر asema angalia siku ya kiyama, mtu ambaye kaba ni mwenye kibri ambaye kwamba atakuwa ni bepari sawa kwa kwajili ya cheo aliokuwa nacho au kwa mali aliokuwa nayo ama sulta aliokuwa nayo yule ambaye ni mtakabiri siku ya wa Taala atamhuisha kwa sura ya tungu mdogo picha ni mwanadamu lakini uumbile wake mdogo kama sura ya tungu kwa nini kwa ajili ya kumdhalilisha kumuonesha hakika ya makamu yake kwamba hafai chochote zaidi yake huyu ni yule ambaye kwamba hana chochote lakini anao sifa ya kibri yeye hana mali hana cheo hana lakini kule nyumbani mathalan akienda yee ana kibri juu ya e, mke wake juu ya watoto wake hawaoneshe ubepari hawaoneshe rahma kwa kule kufananishwa hali yake na yule aliokuwa na kibri pamoja na mali mola subhanahu wataala naye pia wa atamfufua kwa picha ile sawia na yule mwenzake <applause> لهذا يا اخواني لا تغرن الحياه الدنيا يقول الله يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور بل نكون اهتمامنا وجهدنا يكون في الاخره اكثر فلا بد للانسان ان يطلب الرزق من طريق حلال ولكن لا يشغله لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله إذا دخل وقت الصلاة يتقدم إلى المسجد في الليل إذا أراد قرب الوقت يقوم لصلاة الفجر وهكذا لا يشغله ما لديه من المال أو طلب الرزق عن طاعة الله سبحانه وتعالى من دام وقت كنا أسيحوري كنا حياة ما إيشان بقوم تكون دنياكي مولا سبحانه وتعالى اسمه إني واتو حقيقة وعد و مولا سبحانه وتعالى نحقي فلا تغرنكم الحياة الدنيا بس إيو إسي وغرنيني ما إيشان تكون دنياكي ولا غرنكم بالله القارون إيش أكيد إذا قام يا لي مالياكي بقوم باتك كتفوت أما رزقي اتفوت كون جيّا حلال إسم شغلش أنا آخر ياك يكفيك وقت وسؤال أو حتى وراك بالك أو أتا

فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ shaitani kama tunavyotambua yeye hamu yake ni kutuangamiza sisi na hamu yake ndio kututia kwenye ma, ma, sehemu za uangamifu ni lazima sisi tumchukulie kama adui lakum aduiuaaaasma l u hakika uahaaha ni adui kukuangamiza kwa kwa basi na nyinyi mchukulieni kwamba ni adui kwa kwa sababu inna ma yadu anawailingania watu wake وبهذا القدر نكتفي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويعلمنا ما ينفعنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير نعم المولى ونعم النصير